قضية الساعة الملاعبية الكاميرونيين، فسفنا الحكاية نتاعهم بالضبط شنو؟ اللاعبين الكاميرونيين نجم نبعث لك بعض الدوكيمون تهبطهم على السيت نتاعك، ولو أن القضية مازلت في الاستئناف، ماشية للاستئناف. اللاعبين الكاميرونيين جاوا أمضوا عقود في النادي الإفريقي، رفضوا بعد لاجون نتاعهم رفض أنهم يهبطوا للتدريب حتى لين تخلص البريم دو فورماسيون نتاعهم مع الكلوب. وقتها بدينا خط نحنا شنو سيت صح مع جوار وصح مع ليكيب نتاعو اون ميم طون، معناها لي دو مع لي جوار ماشيين مع لي زيكيب نتاعهم مع ليكيب نتاعهم، الامور زاده كانت ماشيه. وقت اللي بدينا في السيناتور طلعوا ماهمش ايكيب بركه، طلعوا زوج جوارات من دو زيكيب كان يحكي عليهم رئيس جمعيه واحده. بعث بدات الاشكاليات، بعث زوز وهذا كل موجود راه في الملف نتاع التقاضي. بعث الكاتب من الاول كل معناها زوج جوارات على نفس ليكيب وغلط في كاشي، بعد رجع ولا كل جوار على ايكيب. باي بعد الفلوس، النقطه اللي خليت انه الكونترات وتذوما يقع الغاهم وتوقف العمليه انه موجودين مكاتبات رسميه بعثهم لهنا الرئيس الجمعيه نتاعهم اصر انه المبعوث نتاعو في تونس يتحصل على البريم دو على 70% من البريم دو فورماسيون اون ديفيز وفي تونس. ويظهر لي ما ثم حتى واحد لهنا ينجم يعطيه فلوسه اون ديفيز. باش نبداو واضحين. ماناش في تونس ما نجمو نتعاملوا بالديفيز كان اترافير البنك سنترال. اون بلوس الفيفا عملت التي ام اس بور كومباتر البلانشيمون دارجون. دونك ما نجموش نرتكبوا مخالفه كبيره تكون العواقب نتاعها وخيمه اوخم حتى من المبلغ اللي وقع دفعه. صح هما لك اليوم ما صحوش شنو بالضبط؟ انت تحب تعاون في الدوسي نتاع الكاميرونيين؟ نحب نفهم صح هما لك اليوم شنو جمهور الكلوب من حقه يفهم سي ماجد. هو تم عقد ممضى بينهم وبين النادي الافريقي، ما العقد هذاك راه باش يكون ان جور كاليفيي يلزم ليكيب نتاعك سايبتك، انت ليكيب نتاعك مازلت ما سايبتكش في الحاله هذيا، مازلت على ذمه ليكيب نتاعك. علاش تقيدوا في تي ام اس مال؟ مازال عدم التيكيب نتاعو. لا 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 في التي ام اس، في التي ام اس نبداو نصبوا، مازالت الفاليداسيون الدوموند ساعه باش نبداو باش نوضحوا. راو الدوموند دو سي تي كارت انترناسيونال دو ترونسفير راو تعملها الجامعه التونسيه لكره القدم، ما تعملهاش الفرق. الفرق تصب الدوسي، تصب انت الدوسي من هنا، بعد تدخل الجمعيه الاخرى الكونفيرم لي زانفورماسيون اللي صبيتهم انت. وقتها الملف الكل يظهر عند الجامعة التونسية لكرة القدم باش هي تطلب السي تي. نحنا صبينا الوحدات وتعطلنا في الكونترا، في الكونترا اللي بينا وبين الفريق نتاعهم. أي ما وصلناش لمرحلة طلب البطاقة الصفراء، ما وصلناش الغادي. أنا مازلنا من الأول، قلت له كان وصلنا الغادي ما عادش عندنا لما باش نحيو. فهمتني؟ أي ولا إي انت وكيل اعمالهم طلب 8 مليون يورو باش يتساوى الدوسي، لكن تو الفيفا حكمت لهم ب 500 مليون يورو، مليار ونص. علاش ما سويتش مع الوضعيه العالميه بالمعنى؟ الفيفا حكمت لهم حكم ابتدائي راه ماهوش حكم نهائي. وال باش ندخلني في متاهات اخرى قضائيه ما نحبش ندخل فيها، حتى السيد اللي حكم علينا، القاضي اللي حكم علينا هذا ثامن ولا تسع دوسي جي على كلوب افريكا، ومالوريزمون نحبو ولا نكرهو جودي انكور اون فوا مالوريزمون، معناها في الليجان نتاع الفيفا، الليجان القضائيه نتاع الفيفا ولات عندهم نظره بين ظفرين خايبه على النادي الافريقي. بالنسبه لهم الكلوب افريكا ستان كلوب اللي طارت في الجوارات، اللي ما عنده حتى إذا كان دوسي بالوضوح كما تحكي عليه أنت سي مجدي، الفريق نتاعو مش مصحح على الفيفا باش نتاع شنو تعطي فيه 500 تعطي فيه مليار ونص معناها تحكم لهم بجاي. لهنا مانيش باش نناقش معاك الأمور القانونية، وقتها نعطيك لافوكا اللي ناب في الملف من أول ولآخره وتنجم تحكي معاه في المسائل هذيا. هو بيدو بعث مكتوب أنه اللي تريد سو من الريزولتا نتاع الحكم سيرتو مع الوثائق اللي تقدمت لهم، وأنه باش يتعدى الاستئناف في التاس. نعرفوا أنه التاس سي يغلبوا الجانب القانوني، الوغ كو في معناها الفيفا ديما تمشي مع الجانب الرياضي، التاس تمشي اكثر سو لو بلان جوريديك. بقدره ربي ان شاء الله نلقاو حقنا في التاس. ويظهر لي قاعدين ثم ملفات كيف ما سبق وقلت لك انه ثم ملفات قاعدين نقدموا فيهم بالقدام على التاس، وقت لي
ولينا بريسك سيستيماتيك نخسروا في الفيفا.